الوداع الأخير لرجل حظي بحب واحترام كبيرين بين أبناء محافظته تعز، عندما احترم قسمه العسكري ووقف وفيا له إلى جانب الشرعية وأبناء محافظته الذين بادلوه الوفاء بحب واحترام لا حدود له، وهو في طريقه الأخير يلقون عليه التحايا والقبلات ويذرفون الدموع ويعتصرون القلوب. نحن نجدد العهد للمبادئ الذي سار عليها، ونجدد الوفاء للوطن الذي ضحى من أجله ومن قبله كثير من الشهداء. نجدد العهد لبناء جيش وطني الذي بذل الجهود الكبيرة من أجله الشهيد عدنان الحمادي. نجدد العهد للوطن وللمواطن، للأرض جغرافيا وإنسان، إننا على هذا الدرب سائرون. نجدد القسم العسكري والشرف العسكري الذي عمل من أجله شهيدنا القائد صاحب الطلقة الأولى عدنان الحمادي. رجل استثنائي الرحل، ومثلما كان كبيرا رحل أيضا كبيرا، وهو يحظى باحترام شعبي وحزبي وعلى مستوى الوطن، لأنه عاش لوطنه بين البسطاء صغارا وكبارا، كما حظي بحب وتقدير الشباب والثوار الذين هتفوا له وصلوا عليه وودعوه بطريقتهم بمدينة تعز. العميد ركن عدنان الحمادي رحمه الله، هذا الرجل الذي ترك رحيله في هذا الوقت فراغاً اجتماعياً وعسكرياً يصعب ملؤه إلا بتكاتف الكل وتوحد الجميع والترفع عن الخصومات والتسامي عن المكايدات لسد ثغرة الغياب الأليم، فلا تؤتى تعز من قبلها. فقد عاش الشهيد لقضية لا تسمح أن تموت ولا لعدوها أن يحيا. الكبار يرحلون واقفين وقلوبهم على أوطانهم، كالشهيد الحمادي المنتمي لهذه الأرض وترابها وأبنائها، قائدا للواء 35 مدرع، خاض الكثير من المعارك كبطل جمهوري رافضا كل الإغراءات من قبل الميليشيات الحوثية، ومما يوسف له وطالب به المشيعون الكشف عمن قتل الحمادي وإعلام أهله ومحبيه عن الجنات الجبناء.